قصة عذراء فاطمة. أثناء الحرب العالمية الأولى شهدت بلدة فاطمة بالبرتغال ظهورات للقديسة مريم العذراء لثلاث أطفال من رعاة الغنم، وهن لوتشيا دي سانتوس عمرها 10 سنين، فرانشيسكو عمره 9 سنين، وجاسنتا 7 سنين. الظهور الأول كان ب 13 أيار 1917. قالت لوتشيا بأنهم شافوا سيدة جميلة من السماء، كان نورها أسطع من الشمس، واقفة على سحابة فوق شجرة دائمة الإخضرار، وطلبت منهم السيدة أنه تلتقي فيهم بالمكان ذاته باليوم 13 من كل شهر لمدة 6 أشهر حتى تعلمهم يصيروا تلميذ للرب. بالرغم من تهديدات أهلهم يلي ما كانوا مصدقينهم، وبالرغم من شكوك أهل المنطقة بخصوص الرؤية، راحوا الأولاد الثلاثة على المكان حسب الموعد المحدد. وحسب الوعد تكررت الرؤية 6 مرات خلال الفترة من 13 أيار حتى 13 تشرين الأول من عام 1917. بسرعة انتشر خبر هالظهور العجيب، وصار يتزايد عدد الحاضرين حتى وصل لأكثر من 50,000 شخص بالرؤية الأخيرة، خاصة لما بلغتهم السيدة العذراء أنهم رح يشاهدوا أعجوبة كعلامة بتثبت حقيقة الظهور. بيوم 13 تشرين الأول، على الرغم من سيول الأمطار، توجهت الجموع بلهفة صوب موقع الرؤية. ظهرت للولاد الثلاثة الصورة المضيئة للسيدة يلي كشفت عن ذاتها بأولى أنا سيدة الوردية. فجأة توقفت الأمطار وظهرت الشمس، وكل الموجودين شافوا قرص الشمس هو عم بيدور لولبيا حول نفسه وعم بيقرب بسرعة مذهلة صوب الأرض. كلهم خافوا وركعوا ساجدين مصلين. فجأة ارتفعت الشمس ورجعت إلى موقعها الطبيعي. بأحد الظهورات قالت العذراء لفرانشيسكو وجاسنتا إنهم رح يموتوا بعمر صغير، وبالفعل هالشاهدين الصغار بينصابوا بالتهاب رئوي بيؤدي إلى وفاتهم. فرانشيسكو مات سنة 1919 عن عمر 11 سنة، وأخته جاسنتا ماتت سنة 1920 عن عمر 10 سنين. سنة 2017 البابا فرانسيس بيعلن قداسة هالطفلين، وهيك بيكونوا أصغر قديسين ما استشهدوا. أما لوتشيا فالتحقت برهبنة الكرمل وكرست حياتها للرب. ماتت سنة 2005 عن عمر 98 سنة. تم إعلانها طوبوية بانتظار إعلان قداستها. سنة 1930 اعترفت الكنيسة بهالظهورات وشجعت المؤمنين على تلاوة المسبحة الوردية. مريم هي الأم الحنونة يلي خايفة على أولادها من الهلاك لأنهم ما فهموا رسالة الحب يلي من أجلها تجسد ابن يسوع المسيح. من هيك رجعت لعنا حتى ترجع تقلنا افعلوا كل ما يأمركم به. السلام عليك أيتها الملكة، السلام عليك يا مريم، السلام عليك أيتها الملكة، تضرعي لأجلنا، تضرعي لأجلنا، تضرعي.